المسألة. خلونا ناخد تعليق من الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير الاستراتيجي. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء الخير يا استاذ. اهلا وسهلا. يعني حينما قرانا بيان جماعه الاخوان المسلمين التي ترى فيه عدد من القوى انه يمثل اعتذار من قبل الجماعه، لا نجد فيه يا دكتور اعتذارا بالمعنى الصريح. لا، هو ليس فيه اعتذار، والمساله ليست مساله اعتذارات، يعني لم تكن هناك خناقه في حاره لكي يحدث اعتذار. يعني مساله الاعتذار هذه مساله يعني لا علاقه لها بالموضوع. المطلوب تحديدا كما قلنا من قبل هو أن إذا أراد الإخوان أن يعودوا إلى الساحة السياسية وإلى المجتمع أن يقوموا بمراجعات جوهرية، مراجعات شاملة كالتي قامت بها الجماعة الإسلامية من قبل وأدت إلى تحول في مسارها، مراجعات لا تشمل فقط التوجهات التي أدت إلى اصطدام الإخوان بالحائط عدة مرات وإدخالهم البلاد في طريق مسدود مرات متوالية، ولكن أيضا مراجعات تشمل طبيعة التنظيم الإخواني الحديدي المغلق المرتبط بتنظيم دولي عابر للحدود لا يقف عند حدود الوطن. الوطن بالنسبة له مثل أي قطعة أخرى في العالم الإسلامي. هذه المراجعات أصبحت ضرورية للغاية، لأنه من الصعب تصور العودة بنفس الطريقة التي أدخلتهم هم أولا في طريق المسدود عدة مرات بدءا من أربعينات القرن الماضي، وتسببت في إجهاض فرص كبيرة لتقدم البلاد وتطورها. مر في بعد ثورة 52 عندما اصطدموا بقيادة ثورة 52، وهذه المرة أيضا يعني في هاتين المرتين تسبب الإخوان بطريقتهم وبتنظيمهم في إضعاف فرص التطور الديمقراطي التي كانت متاحة في مصر، وبالتالي من السذاجة الاعتقاد في أنه كلمتين يقالان في بيان ويطلق عليه اعتذار انه اسمح لي يا دكتور وحيد، حضرتك شفت البيان؟ يعني انا بدور على الكلمتين دول، انا حتى مش لاقياهم بشكل واضح. يعني ما يقولوا واذا كان الجميع قد اخطاوا فلا نبرئ انفسنا من الخطا الذي وقعنا فيه حينما احسننا الظن بالمجلس العسكري، وهناك مؤامرات دوليه واقليميه ومحليه استغلت الاخطاء التي وقعنا فيها نحن جموع ثوار يناير للابتعاد عن روح الثوره العظيمه. اين الاعتراف باخطاء الاخوان المسلمين منذ فتره الحكم وحتى ثورة 30 يونيو وما تلاها من أعمال عنف وإرهاب؟ يعني هذه لغة مراوغة مخادعة كالعادة، ولهذا الأمر يعني أبعد ما يكون عن إصدار بيان أو 20 بيان حتى. الأمر يتعلق كما قلت بمراجعات جوهرية. بدون هذه المراجعات هذا يعني أننا سنعيد الكرة مرة أخرى، وأن يعود الإخوان ليصطدموا بطريق المسدود مرة أخرى ويدخلوا البلاد في نفق مظلم مرة أخرى. يعني كفى ما حدث منذ الأربعينات وحتى الآن، يعني أعتقد أنه من الصعب تكرار هذه التجربة البيان. بخبرة حضرتك يا دكتور وحيد، هل يمكن أن يكون هذا البيان وإن جاء فيه الاعتذار كما يفهمه البعض، أنا لا أجده اعتذارا لكن كما يفهمه البعض اعتذار، بمثابة جس لنبض الجماعة الوطنية المصرية لمسألة مشاركة الإخوان في العملية السياسية في المرحلة القادمة؟ لا لا، على الإطلاق. يعني الهدف المحدد من هذا البيان هو محاولة استغفال بعض القوى الثورية، الاعتقاد في أن هذه القوى لا تستوعب الدروس وأنها لم تتعظ من خداع الإخوان لهم عدة مرات وليست مرة واحدة منذ ثورة 25 يناير. الهدف الوحيد هو محاولة استغفال هذه القوى مرة أخرى لاستمالتها للتعاون معها يوم 25 يناير لا أكثر ولا أقل. يعني هذا هو الهدف، محصور في هذه الحدود لا يتجاوزها، وبهذه العقلية التي تعتقد أنها أذكى من الجميع وأنها تستطيع أنها تخدع الناس طول الوقت وبنفس الطريقة وبنفس الأداة. أشكرك دكتور وحيد عبد المجيد الخبير الاستراتيجي وعضو جبهة الإنقاذ.